أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة بدرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسطا. اليوم في هذا الدرس سوف ندرس نهاية اليونت الثالث من لسن 9. في هذا الدرس يتكلم عن راوند أب، يعني جولة حول الفصل. هنا لدينا مجموعة من التمارين أو مجموعة من الشرح المبسط الذي يجمع قواعد الفصل بصورة عامة. أول قاعدة تقول لنا هنا، شو يقول لنا؟ يقول Now you can do these things. Now الآن you can أنت تستطيع do these things فعل هذه الأشياء. Do بمعنى فعل، these things هذه الأشياء. أول شيء نقدر نسوي talk about things you have done or haven't done recently. Talk about تحدث عن things أشياء you have done أنت قد فعلتها or haven't done او لم تفعلها recently مؤخرا. يعني يقول لك اكو اشياء انت فعلتها مؤخرا او لم تفعلها، تحدث عن هذه الاشياء. شلون تكون صيغة الاسئلة جواب او صيغة الجملة؟ انه لما تريد تعبر عن شيء انت مسويه قبل، شلون تعبر عن جملة؟ شو تقول؟ تقول I have just finished my dinner. I have just finished، تستخدم I have والفعل التي قمت به. هنا يقول I have just finished my dinner، أنا قد انتهيت من عشائي توا، يعني الآن هو انتهى من عشائه. الفقرة الثانية مثلا تريد تنفي هذا الفعل، She hasn't seen her friend for a long time. She hasn't seen، هي لم ترى her friend صديقها for a long time، منذ وقت طويل. إذن هي لم ترى صديقها منذ وقت طويل. الفقرة الثالثة أو الجملة الثالثة، الصيغة الثالثة للجمل، إنه شلون تعبر عن شيء أنت قمت به مؤخراً. We haven't finished our homework. We haven't finished، نحن لم ننهي our homework، واجبنا اليومي. نحن لم ننهي واجبنا اليومي. إذن هذين الصيغة تقدرون شباب وأعزائنا الطلبة وبنات من خلال هاي الصيغة المعينة الجملة تقدرون تقومون تكتبون جمل بأفعال أنتم قمتوا بها مؤخرا بالاستعانة بـ I have أو has. I have will has. طيب، طبعا أعزائنا الطلبة سوف أضع لكم في الوصف تحت الفيديو بعض الجمل الخاصة في أشياء قمنا بها بفعلها مؤخرا. النقطة الثانية والفقرة الثانية، Ask and answer questions about things you have done. اسأل وأجب أسئلة، أجب عن الأسئلة حول أشياء أنت قد فعلتها. يعني أكو أشياء أنت فعلتها، أريدك يعني والكتاب يريدك أنه تسأل وتجاوب على هاي الأسئلة. مثلا هنا لدينا أمثلة، Have you played a computer game this week? Have you played، هل لعبت a computer game، لعبة الألعاب الكمبيوتر أو لعبة الكمبيوتر this week، هذا الأسبوع؟ الجواب قال له yes I have. هاي فقط الإجابة، إنه هنا كان عندنا فعل مساعد، فلما يكون السؤال بالفعل المساعد يكون الإجابة عالية ب yes or no. هنا لدينا جملة مثبتة وأثبتنا الإجابة، يعني شو يصير؟ yes I have. السؤال الثاني شو يقول؟ Have you watched television today? Have you watched، هل شاهدت television today، التلفاز اليوم؟ أجاب وقال no I haven't. لما استخدمنا no نفينا ال have، واليو تحول إلى I، وبالعكس إذا كانت هنا I تتحول إلى you. فإذا هاي صيغتين من الأسئلة والأجوبة اللي ممكن الطلاب يعملون عنها ويفعلوها. زين، النقطة الثالثة، Ask questions about how people are. اسأل أسئلة عن كيف الناس هم، يعني كيف أحوال الناس، كيف هم، يعني بالاستعانة بالأداة how. فإمتنا نشعرنا What is the matter، ما هي القضية؟ What is wrong، ما هو الخطأ؟ What is it، ما هي؟ Why are you so sad، لماذا أنت جدا حزين؟ هاي هنا مجموعة الأسئلة إنه تقدر تسأل به إنه شنو الناس، إيش دي يسوون، أو شنو أحوال الناس، أو هاي.
وعزانا الطلبة سوف أضع لكم في الوصف أيضا تحت الفيديو أدوات السؤال اللي ممكن نسأل بها، وكل أداة شنو معناها وعلى شنو نستخدمها، وأيضا لكل أداة سوف أضع لكم جملة مناسبة وسؤال مناسب له. طيب النقطة الرابعة، talk about how people do things. talk about تحدث عن how people كيف الناس do things يفعلون الأشياء. هنا لدينا الأداة كيف، إنه لازم تسأل عن هؤلاء الناس وما هم وما يفعلونه وكيف هي أحوالهم، بالاستعانة بالأداة how، إنه للسؤال عن السبب. هنا يقول هدى sings beautifully، يعني هدى تغني يعني جميلة، أو غناء هدى جميل. فهنا نريد نقول كيف تغني هدى، يعني شلون طريقة الغناء مالتها. فتجي تستخدم الأداة how لتصبح how هدى sings. هنا سوف أضع لكم، هنا لمن يقول لنا تحدث عن واسأل عن الناس وأوضاعهم، انه هدى sings beautifully، هدى تغني يعني بلطف، او غناء هدى جميل. احنا نريد نقول كيف تغني هدى، how هدى sings، انه كيف تغني هدى او كيف تغني هدى. النقطة الثانية، احمد speaks English well، يعني احمد يتحدث الانجليزي بشكل جيد. زين، اسأل انه كيف يتحدث احمد اللغة الانجليزية، فشو قول how احمد speaks English، how احمد speaks English، وتضع علامة السؤال. نكتب لكم how أحمد speaks English، ونضع علامة السؤال. هاي بما يخص أعزائنا الطلبة إنه شلون تسوي السؤال المناسب. ننتقل إلى النقطة اللي بعدها، he walked home slowly، يعني هو يمشي إلى البيت ببطء. فأريدك شو تقول لي، تقول لي how he's walked home، يعني كيف يمشي هو الى البيت. هاي بالنسبة للنقطة الرابعة اعزائنا الطلبة. ننتقل للنقطة الخامسة، and you have، وانت يجب عليك، song a song، غناء اغنية، use pictures to tell a story، استخدام الصور لاخبار قصة، يعني تستخدم مجموعة من الصور حتى تكون قصة، writing a story، وكتابة قصة. هاي الأشياء يجب على الطالب أن يفعلها. إلى هنا أعزائنا الطلبة ينتهي درسنا لهذا اليوم، أتمنى قد استفدتم من هذا الدرس. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في الفيديو.